يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب. هنا ظهر الطوائف من قديم الزمان، خوارج، معتزلة، جهمية، شيعة، بل رافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. انتبهوا للفرق، هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون. المطلوب ايش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لأن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم كغيره أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكننا ننكر معالجة هذه البدع على بهذه الطريقة. الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهم لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان. كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم به الإنسان، لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق الصالح، بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين.